بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذا متابعينا الكرام تواصلنا مستمر وتحدياتنا مستمرة، شوطا ينتهي وشوطا ينطلق. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع الشاهينية حمد بن مسلم بن حمرور العامري 2:09 نسير مع الشوط الثامن في مجموع هذه الأشواط. الشوط الثامن يحمل فئة الجعدان، نتابع الصدارة والمركز الأول شاهين عبد الله بن سالم الأخريباني النعيمي، بينما المركز الثاني يتقدم في ثاني الأسماء شاهين سعيد بن سريم بالأسود العامري، بينما المركز الثالث أشوف هناك والوصول من اللي قادم بهذه اللحظات حامل الرقم 67. بنشوف هذا الرقم هنا، لم يدون معنا، بنشوفه من خلال الشعار المركز الرابع. وتابع هنالك ايضا اللي هو الفايز عمر بن حاضر المجحيم الشمري مع المركز الرابع، ولكن بعود الى الصدارة، بعود الى البداية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع، اندفاع شاهين سعيد بن سليم بالاسود العامري، راح مع الصدارة وطار. انفراد ممتاز وعصاه في بطانة بدون اي اوامر ولا اي تعليمات. سلام من ضبون، سلام بالاسود، سلام. اسعد الله صباحك بكل خير يا ابو سليم، تسلم على هذه العروض المميزة. ايضا سعيد بن سليم بالاسود العامري، تهانينا. والناموس المركز الثاني، كان في المركز الثاني ايضا اللي هو شاهين فايز بن خميس بن عامر العمري، ما شاء الله اول اذاعة لهذا الشعار. المركز الثالث شعار مطر حمد مطر بن عصيان المنصوري، في المركز الثالث. المركز الرابع ايضا شعار ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، كان في رابع الاسماء. هكذا التوقيت الزمني 2:09 60 جزء من الثانية، سجل معنا شاهد.